لك يا حبين، احنا مين اللي عم يجي لعنا؟ ثلاث ارباع الزباين اللي عم تيجي لعنا عم تيجي لان معباين على قد نقص، جايين يفرقوها هون اكثر من جايين ينبسطوا. ايه فانا شغلت مخي شوي، طبقت حكمه اعمل بذكاء ولا تعمل بشهاده. كونه انا الحمد لله دراستي بعلم النفس ما راحت على الفاضي، فشو قلت لحالي لحتى نطالع مصاري زياده وغشيش اكثر، وبنفس الوقت يجي الزبون وضحكته لو عجبتني. ايه شو هو؟ سهله، بنحل براغي التخت شوي ولسه ما بيلحق الزبون يمضي شويه وقت بتلاقي التخت هبط. فانا شو بيجي بقول له؟ ما بصدق قديشك رجال، وخدي بقى على عدقلوف عدقلوف عدقلوف. كولي عليكي ما قلقانك وما احقرك. لك حبيبتي نحن شغلتنا نص عالم نفس، لو عيادات الطب النفسي بتزيد شوي بهالبلد كانوا عدد زبايننا قلوا للنص. تعي تعي نشيل التخت قبل ما تجي مون تشقل وتشيل غلابه وتعمل لنا قصه. لكن وها هي سر المصلحه بيني وبينك، اوعك تقولي لحد. ايه والله سر المصلحه بحق وحقلي.